السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده جزء من الرحلة اللي فاتت يا جماعة. لو اللي عايز يتفرج على الفيديوهات اللي قبل كده يتفضل على القناة ويشوفها. دي كمية سمك بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين حاجة حلوة خالص تفرح جميع الأحجام وجميع الأنواع، بسم الله ما شاء الله. يعني دي حتة سمكة دقماق حلوة بسم الله ما شاء الله، كانت هتوجعني في المية أكثر من مرة، لكن الحمد لله يعني ربنا ستر وربنا سلم. يعني حتى بسم الله ما شاء الله. على فكرة أنا مطلع حاجات أكبر من كده بكتير في الفيديوهات قديمة قبل كده أو نزلتها قبل كده، اللي حابب يتفرج عليها أحجام فوق 20 كيلو. يعني زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله الشبكة مليانة سمك يا جماعة. الصيد هو بيبقى أيام معدودة في السنة كلها، يعني أيام مش السنة كلها، الصيد ده بيبقى متوفر فيها أيام معينة بيبقى موجود فيها الصيد ده. طبعا احنا شايفين ناس زعلانة بتقول انتوا خلصتوا السمك بتاع النيل، يعني لا لا، أيام معينة. وديكم شايفين كم صياد يعني وبطرق بدائية بيصطادوا وبيسترزقوا في اليومين دول ده، وربنا يكرم الجميع إن شاء الله. مش الصيد مش السنة كلها يعني بيطلع سمك زي كده، يعني الأيام دي ربنا يصلح الحال، إنما دي أيام معدودة. وزي ما انتم شايفين الشبكة مليانة سمك بسم الله ما شاء الله، جميع الأشكال والأنواع والأحجام بسم الله ما شاء الله. أنا منزل فيديوهات قبل كده الأحجام سمك دقماق فوق 20 كيلو، اللي حابب يتفرج عليها يدخل على القناة ويشوف الفيديوهات. أحجام بسم الله ما شاء الله، أحجام كبيرة جدا. يعني قبل كده انا مصور دجماج الصاد وزنه فوق 20 كيلو، حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني زي ما حضرتكم شايفين حاجة تفرح، والصيادين فرحانين طبعا بالصيد، ربنا يرزق الجميع ان شاء الله. ودي بقى رحلة العودة بسم الله ما شاء الله على المية والخضرة والجمال، سبحان الخالق. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح الواحد، يعني بسم الله مش عارف مش قادر أقول إلا بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا.